ايوه مرجان بيه، سعادتك فين؟ اصل في لجنه طبت على الشركه بتراجع على اوراقنا ودفاترنا. فين اذون الاستيراد المال بتاعت مصنع الحديد؟ حضرتك سعادتك ثانيه واحده، كل حاجه موجوده حضرتك، كل حاجه موجوده. لا اسمه الجداوي حضرتك. لا لا شكله ماسك جديد وشهاده غرباله علينا جامد. لا ده بالذات ملوش دي حضرتك، بس دخلته كده مش حلوه. اهلا استاذ جداوي. اهلا 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 اهلا، ده احنا زرنا النبي النهارده يا راجل، ده خطوه عزيزه. انا مش جداوي بيه يا مرجان باشا، انا سليمان. سليمان مين؟ مدير مصنع المكرونه. واحنا عندنا مصنع مكرونه؟ مصانع مرجان بتاعت سيادتك، انا مديرها. الجداوي حضرتك. اهلا اهلا جداوي بيه، معلش بقى العتب على النظر، اتفضل عندي في المكتب جوه. لا معلش عشان اخلص شغلي هنا. يا راجل انت التكييف هنا اصلا مش مظبوط، التكييف عندي احسن، اتفضل. كويش. اتفضل يا راجل، هات الملف ده. لا معلش خلي الملف ده معايا. اتفضل حضرتك اتفضل. اهلا اهلا استاذ، اتفضل يا استاذ. هو اسمه ايه؟ جداوي حضرتك. اتفضل، انا ما بحبش قعده المكاتب، اتفضل هنا. اهلا وسهلا اهلا بيك، شرفنا حضرتك. تشرب شاي بالياسمين؟ ما بشربش وانا بشتغل. عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟ انا ما بشربش وانا بشتغل. طب شويه جمبري؟ شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده. مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل. ادي 10 و10 يبقوا 20,000 جنيه. ايه ده انت بتعمل ايه؟ لا 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 ولا حاجه، اصل انا دايما احب اراجع الايرادات بنفسي. الباشا ساكن فين؟ في السيده زينب، شلاه ام هاشم. شلاه ام هاشم، انا دايما اصلي جمعه هناك. السيده زينب ده حي جميل، في روحانيات كده وحاجه جميله الحقيقه. دلوقتي احنا قلنا 20 وادي 20 يبقوا دلوقتي 40,000 جنيه. ملك ولا ايجار؟ ايجار. ام هاشم دي بتعه، والله بتعه. يا سلام على ده، حي جميل. ام هاشم دلوقتي احنا قلنا 40 وادي كمان دول يبقى كده ايه؟ 60,000 جنيه. عندك اولاد؟ 6. كان الله في العون يا راجل، كان الله في العون. 6. لا حول ولا قوة إلا بالله. 6، يبقى احنا قلنا كده يا جماعة، يبقى ادي 60,000. 60,000 جنيه كده، يبقى ايه؟ 60 و60، 120,000 جنيه. بيدرسوا؟ عندي واحد في الجيش والباقي في التعليم. انت بطل، انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام، والله يا جداوي بيه، والله ولا لك عليا يا مين. انا عندي عيلين خربين بيتي. دلوقتي احنا كمان دول 40 40، ايوه كده 40، يبقى كله 160,000 جنيه. 160. هو مرتب سعادتك كام؟ 3,000 جنيه. معقول 3,000 جنيه؟ هيعملوا ايه ولا ايه؟ مستعجل الحكومه دي، مش فاهم بتعمل ايه. 3,000 هيكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب انا اقول لسيادتك حاجه، الواد عدي يا ابني مصروف ايده بس 3,000 جنيه. اي والله يا جداوي 3,000 جنيه، وعلياء 5. قال ايه؟ ايش الكوافير؟ ايش مش عارف بتعمل ايه؟ اللي عارف الحاجات بتاعه العيال الصغيرين دول. نعم تمام. انا هما كان نسيت 200,000 جنيه. ايوه وارجوك ارجوك يا مرجان بيه، عد فلوس بعد ما امشي، انا مش عارف اشتغل. انا اسف انا اسف انا اسف. هما
ولادك بياخدوا دروس خصوصية؟ نحلين وبري. مصيبة الدروس الخصوصية، كارثة والله، كارثة فعلا. دور بقى ايه؟ خمسينات، خمسينات بقى ايه؟ انت لازم تحط لكل عيل وديعة في البنك، الزمن مش مضمون. ما انا حطيت لكل واحد فيهم 250 جنيه في البوسطة. 250 جنيه يا راجل، دول يدعوا عليك. اشتري كل واحد شقة عشان يتجوز فيها. ما انا اشتريت لهم مدفن. مدفن؟ سعيكم مشهور. هوبا هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ دي من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفة، ناس محترمين، شركه اقتصاديه محترمه، اوراقها محترمه، ما فيش غلطه واحده. يا ريت كل الشركات تحت هذه الشركه عشان اقتصادنا يبقى عالي في السماء. عربيه الاستاذ عدي الجديده وصلت يا باشا. جبتها له من مصانعنا برضو؟ لا، اصله كان عايز يركب عربيه 4x4 حضرتك. خليه يركب وانبسط. ربنا يخليك ليهم يا باشا. احنا بنشتغل عشان مين؟ عشان ام حسن. بس الواد عدي ده مرزق وش السعد. كنت في العراق وامه ولدته هناك، رحت مسميه عدي. الرئيس صدام حسين طربي كان يقعد على حجره ويشتكوا، يقول له هلا زباله هلا زباله. الرئيس صدام حسين يقول له هلا زباله هلا زباله. عملنا شويه فلوس هناك زي الفل يا حسن. ولا لسه عليها بنت حضرتك برضه خلفتها في العراق؟ لا، ده انا كنت في الاردن، امها الله يرحمها جت ولدتها هناك، سميتها علياء، الملكه علياء طارت بيها. اي والله يا حسن كنت تقعد تشتكي برضه، انت بطاطا انت بطاطا. عملنا برضه شويه شغل زي الفل هناك. وازاي مرجان ابنك؟ من ساعة سعادتك ما هشكته كله بطاطا كله بطاطا. والمسائل ماشية معانا ايه فلة. وقريب قوي حنخويه ان شاء الله. ولد ولا بنت؟ مرجانة بعون الله. ايوه علياء، ايه مالك بتعاطي ليه؟ في ايه اللي حصل؟ اجيب لك حاجه. ايه ده؟ انا هقفل الجامعه دي خالص. فين رئيس الجامعه دي؟ ايه ده بس يا اونكل، عميد الكليه موجود وبيتكلم معايا. واخوكي فين؟ بكلمه على الموبايل مش بيرد. بابا ايه ونيرت ايه؟ اختك من النهارده موتها نفسها من العياط وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات، دي دكتوره جيهان مراد. مين؟ دكتوره جيهان مراد. مرجان احمد مرجان. بابا يا دكتور. فرصه سعيده جدا يا دكتوره. يا اهلا وسهلا. بابا ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان انا ابن حلال وام عيالي. بابا علياء مالها؟ علياء مين؟ علياء اختي. اه صحيح، واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضره. القمر يرضيك كده برضه؟ نعم، قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل. يا اختك اسمها ايه؟ علياء. علياء اه. انا ادخلها جامعه محترمه وادفع لها فلوس قد كده عشان البنت تتعلم ولا تتعقد؟ واحد دكتور يقول لها انت فاشله ما تنفعيش في اي حاجه. ها اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه فاكسل؟ مايكل يا دكتور. ايه اه مايكل. تاني الدكتور مايكل. طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. اه هي واقفه هناك ومقطعه روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان، انا مش هسكت، انا هغير هدومي وهاجي لحضرتك على طول. ليه؟ ما كده حلو، قصدي يعني عشان نلحق نلحق البنت هناك. أنا من بكرة هعتصم لهم في الكلية، الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. أه فعلاً لازم كلنا نعتصم، هي مش الدكتورة هتعتصم برضه؟ أه أنا هعتصم معاكم. دكتورة إيه دي يا قضية؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن. يعني إيه؟ يعني حضارة. حضارة أه حضارة. هي فعلاً أنا أول ما شفتها لقيت عندها خلفية حضارية ممتازة. الست بتتعرف على طول من خلفيتها الحضارية، حقيقة يعني. اتفضلوا معايا. ايوه علياء. ايوه حبيبتي. اهدي اهدي، احنا جايين حالا اهو. احنا اسفين جدا، قومنا حضرتك من على التنس، تعبناكي معانا وربنا قدرنا على رد جمايلك. جمايل ايه بس؟ احنا اي خدمه في اي حاجه.
علياء بنتي من النوع النفساوي شوية، أي نسمة هوا تأثر فيها. رقيقة كده زي حضرتك كده بالظبط. تصوري ساعات تبقى نايمة تقوم مفزوعة من النوم وتقعد تعيط ويجي لها رعشة، أروح حاضنها على طول وأقعد أملسها على شعرها تهدى وتبقى زي الغريبة. أنا بديك صورة بس يعني. زي برضو حضرتك ممكن تكوني متضايقة ويجيلك رعشة، أروح حاضنك على طول وأقعد أملس على شعرك، هتلاقي نفسك زي الغريبة بالظبط. أدي بديك صورة يعني. مش بابا يلا يا ابني بكلم الدكتورة بتاعتك، هي أختك هتطير. سوري دكتور مايكل، you don't have the right to speak to her that way, even if she has a different opinion from yours. She always disagrees with my opinion. She's a troublemaker. Calm down, please. We are not here to fight. We are here to teach students. هي الخناقة دي عشان ايه؟ عشان علياء ابا. امال ما سمعتش يعني هما بيقولوا علياء؟ ولا هي اختك ليها اسم تاني بالانجليزي؟ It's none of your business. It is my business. No! انت بتقول نقول ايه؟ انت مالك انت؟ لما الدكتورة جان بتعبكوا دي كانت متجوزة مين؟ اتجوزت ايهاب وردي. عارفه ده اللي كان متجوز ليلى مراد في قلب دليل. لا بابا ما تعرفش ايهاب وردي المايسترو الكبير بتاع الاوبرا. ليه؟ المايسترو. مايسترو ده الراجل اللي بيقعد يعمل كده بخشب وكده. ايوه. ده ليه مقطوعات معروفه جدا، ده عالمي زي رمزي ياسا كده. اللي زي دي لازم تتجوز فنان، ربنا يوفقها معاه. يوفق مين يا بابا؟ ايهاب وردي مات من 10 سنين. خير ما فعل. عارف اتجوزت مين بعده؟ هي اتجوزت التاني بعديه. اتجوزت حاتم جمعه. هو كمان تقول لي ما تعرفش حاتم جمعة؟ لا عارف بتاع الكوره. بابا حاتم جمعة ده اكبر شاعر في الوطن العربي. اللي زي دي فعلا لازم تتجوز شاعر، هي كمان نفسها شبه النشيد كده. كتبت فيه قصيده شعر يا بابا، لو سمعتها جسمك هيقشعر. متجوزه شاعر عشان تكتب عنه شعر؟ لا ده رثاء، رثيته بقصيده بعد ما مات، حزين عليه يعني. لا هو مات راخر، نازي قلبها جامد قوي. حد يموت يسيب واحده زي دي؟ عارف يا بابا دكتور جيهان النهارده كاتبه مقال في الاهرام مكسر الدنيا. الدكتوره جيهان دي ملهاش غير في الشعراء والفنانين، مش غاويه رجال اعمال؟ بتشاور عقلك ولا ايه يا مرجان؟ انت عارف طبعا انا بحبك وبغير عليك قد ايه، بس بصراحه الوحيده اللي اتمنيت ان انت تتجوزها وتيجي تقعد معانا هنا هي دكتور جيهان. طب انتوا مش محتاجين دروس خصوصيه دكتوره جيهان تيجي تديها لكم في البيت هنا؟ بلاش يا بابا خالص الموضوع ده، دكتوره جيهان لما بتسمع الكلمه دي بتقلب الدنيا. خلاص بلاش انتوا تدينا انا دروس خصوصيه. النهارده هنعمل تجربه ديمقراطيه صغيره قوي، انا عايزاكم تقولوا رايكم فيا بمنتهى الصراحه وتاكدوا ان انا هقبل ارائكم دي كلها. سوري يا دكتور ما زعيش من اللي هقوله يعني. انا شايف ان حضرتك انسانه عصبيه جدا وساعات بتفقدي اعصابك وما بتعرفيش انت بتقولي ايه. يا دكتوره جيهان انت انسانه متعصبه لرايك، بتعملي نفسك فري ومتحرره انما جواكي افكار رجعيه. ملابسك يا دكتوره ملابس فاضحه لا تليق باستاذه جامعيه، وبعدين انا مطالب ان انا اغض بصري وفي نفس الوقت اركز مع حضرتك. طب اعمل ايه؟ افتح عين واغمض عين؟ تقدري تقولي لي ازاي ممكن تكوني قدوه للطالبات وانت نفسك متبرجه؟ قرايه يا اخ محمود، الكلام اللي انت بتقوله ده عيب وما يصحش، ده انت كده بتهين الدكتوره وبتهيننا كلنا. لو سمحت يا اخت، اولا انا ما بتكلمش معاكي، ثانيا الدكتوره فتحت باب المناقشه وانا من حقي ان انا اقول رايي يا اخوانا. دي قله ادب مش مناقشه. بقول لك ايه يا اخ نادر يا مشخصاتي، خليك انت اخويا في فريق التمثيل والمسرح بتوعك، ربنا يغفر لك. الفن مش حرام، الفن شيء عظيم. يا اخ محمود خليك موضوعي شويه، الدكتوره بتقول نتناقش مش نتخانق، وبعدين ايه اللي دخل الحلال والحرام دلوقتي؟ ولا ايه يا جماعه؟ بس كده ما ينفعش، احنا قلنا نتناقش نسمع بعض. ما هو يعني سيبك من الكلام ده والهرتاله دي، نفضي نفضي. انت فله قشطه. الله يخرب بيت الديمقراطيه على اليوم اللي كانت فيه الديمقراطيه. الجراك كاتبة لي أنا شيخ منصر وحرامي يا حسن. أنا شيخ منصر وحرامي؟ لا حاشا لله يا باشا. بلد مش عايزة اللي ينجح فيها. وبعدين هم عندهم إثباتات بالكلام ده. ارفع عليهم قضية. ما المسألة مش محتاجة شوشرة يا باشا. شيل شيل خد. أهلا يا ولاد. تعالوا اقعدوا. إيه مالكم؟ وشكم مقلوب كده ليه؟ هو الدكتور إيه قال لي أدبوا عليك تاني ولا إيه؟ لا يا بابا. في إيه؟ بابا. الكلام اللي مكتوب هنا ده مظبوط؟ ايه ده؟ ده جورنال صوت الجامعه بيطلع عندنا في الكليه. مين اللي كتب الكلام الفارغ ده؟ دكتوره جيهان. ايه حكايه الدكتوره جيهان اللي انتوا قلبين دماغي بيها دي؟ وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي بتشتغل ايه بالظبط؟ شان مدرسه ولا بتلعب تنس ولا بتتجوز ولا صحفيه؟ اسمع يا اولاد، ابوك زي الفل، انا صاغ سليم، انا احط صباعي فين اتخن تخين ولا يهمني اي حاجه.
يلا اسكنوا انتوا على البيت وتغدوا، انا لسه قاعد هنا شويه. يلا. صوت الجامعه ناقص هنا، صوت الجامعه كمان. واي واحد قاعد فاضي ما ورهوش حاجه معاه ورقه وقلم يقعد يقطع فيا يا حسن. انا بقول يا باشا احنا نلم الموضوع احسن، يعني الناس دول لو جم وشربوا الشاي بالياسمين بتاع سعادتك هنخلص. بعدين انا مش فاهم سعادتك قال لنفسك ليه، ما دام مظبط كويس فوق يبقى خلاص. بس اللي فوق مش مضمونين يا حسن، البلد ده عشان تعيش فيها لازم تظبط نفسك من فوق وتظبط نفسك من تحت، عشان لو اللي فوق سابوك اللي تحت يلقوا فوق، ولو اللي تحت سابوك اللي فوق يحموك. أنا هرشح نفسي في مجلس الشعب. من أجل الشباب، من أجل الأجيال الجديدة، برشح نفسي إني أكون صوتكم، صوت الشباب اللي أخرسوه وكمموه. من حق كل شاب يعرف هيعمل إيه بكرة، من حق كل شاب يبقى عنده طموح مهما كان طموحه كبير. من حقك تحلم إنك تبقى وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهورية. مش بس تحلم، لا، ده أنت تشتغل وتخطط على كده كمان. أيتها الجماهير العريضة، أيتها الجماهير العريضة، لقد رشحت نفسي من أجلكم أنتم أيها الجماهير العريضة. لماذا جئت؟ إنني أرى جحافل أمامي. لماذا جاءت هذه الجحافل؟ لقد جاءت من أجل مصر وليس من أجل مرجان. وإننا أعاهدكم من الآن أن لكل فرد سوف يكون له فيلا، فيلا في الساحل الشمالي، فيلا من دورين، أربع أوض وصالة فوق وحمامين، وتحت في أوضة للدادة، وأمام الفيلا في حمام سباحة. من حقكم أن كل مواطن حمام سباحة قدام الفيلا، غير الجنينة اللي فيها الموز والبرتقال واليوستفندي. اليوستفندي مهم للشعب المصري، في جنينة ورا عايزين تزرعوا فيها كنتالوب، وماله؟ من حقكم أنكم تاكلوا كنتالوب؟ أيها طلق حافل العظيمة، أرجوكم لا داعي لهتافات، ودعونا نعمل في صمت من أجل مصر، من أجل مصر. يا حسن فين الدائرة وفين الناس؟ العمال والموظفين بتوعنا ما جوش ليه؟ ده صوان واحد مقطوع من شجرة. والله يا فندم بلغنا الكل، بس كلهم للأسف في السرادق التاني. سرادق مين؟ في حد مات؟ لا سعادتك، ده سرادق دكتورة جهان مراد اللي نازلة في الانتخابات قصاد سعادتك. جهان مراد؟ بقى الناس بتوعنا راحوا لجهان مراد ومحدش عبرنا انا، خصم شهر لكل واحد. هتفرج ان شاء الله يا باشا. طب كلم الواد عدي يا ابني، هو قايل لي انا هجيب صحابه بتوع الجامعه وييجوا، شوفوا ما جاش ليه. الاستاذ عدي مش هيجي يا فندم. مش هيجي ليه؟ ده مأكد عليا الصبح. اصل هو والانسه علياء في السرادق التاني. فين؟ في السرادق التاني سعادتك. بتاع جهان مراد؟ ايوه. ولادي والعمال والموظفين بتوعي عند جهان مراد. ايوه سعادتك. على فين؟ انا رايح عند جهان مراد. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره شهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره شهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره شهان. بابا ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتوره شهان. بابا هو ده اللي انت بتعلمه لهم؟ يشتموا ابوهم في وسط الناس؟ هو ده الجيل الجديد اللي عايزين تطلعوه؟ ده انا قعدت 50 سنة اشرب سجاير في الحمام عشان ابويا ما يشوفنيش، يجي اليوم انا اشوف ولادي هزقوني في وسط الناس يا بتاعت الحضارة. بابا اخرصي يا بنت خالص، اخرصي. انت مش لسه واخده مني 1000 جنيه الصبح؟ ماشي. وانت يا اخ عدي، ده انت مغير 3 عربيات في سنتين، دي اخرتها برضه. بس ما نروح البيت ليلكوا سودا النهارده. يلا يا استاذ مرجان. ايوه لو سمحت تتكلم معاهم بطريقه كويسه. انت هتعلميني ازاي اكلم ولادي يا دكتوره؟ اولادك مش اطفال، من حقهم يعبروا عن رايهم حتى لو كان متعارض مع رايك. يا سلام يا سلام، وانا بخليك انت في حالك، انا هفوقلك بعدين. يلا انت وهي يلا. انت مش عندنا في الشركه؟ ايوه. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك هنا؟ يلا قدامي، يلا يلا انت وهي. ايه ده؟ ده الصوم بتاعي والفراشه بتاعتي، انتوا عاملين الحفله دي على حسابي كمان؟ ولا مرجان ولا ترتان، انتخبوا الدكتوره شهاب. طمني يا دكتور، ان شاء الله ناجحه اكيد. لا انا التاخير بتاعهم ده موترني جدا. ده الاستاذ عدي ولا لسه عليها هنا؟ انا ما بكلمهمش، انا مقاطعهم من ساعه ما سابوني في الانتخابات.
بس سلمش عليهم. انت بتبص لهم كده ليه؟ انت ناس انهم ولادي، ما تحترم نفسك. مش قوي كده. نتيجة الانتخابات فوز مرجان احمد مرجان بمقعد الدايرة وحصد 22600 صوت. ازاي؟ ده تزوير. الانتخابات دي مزورة. شوف الواد يا ابن الكلب بيقول ايه؟ احنا جامدين قوي. انتوا عاملين عزل ايه؟ هي امكم ماتت تاني؟ لا، ده عشان دكتور جيهان. ماتت؟ ما انت عارف انها سقطت في الانتخابات. يعني انتوا زعلانين علشان الدكتوره جيهان سقطت في الانتخابات، ومش فرحانين عشان ابوكوا بقى نائب في مجلس الشعب. وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي عامله لكم ايه؟ مكرهاكم فيها ليه؟ لا بابا لو سمحت، الموضوع مختلف، احنا عمرنا ما كرهناك. والله العظيم يا بابا احنا بنحبك قوي. القضية مش في الحب خالص. امال قضية ايه يا ست عليا؟ القضية بابا يعني ان احنا عاوزين نبقى. بص يا بابا، بصراحة احنا عايزين نبقى فخورين بيك. وانتوا مستعرين مني ولا ايه؟ لا يا بابا ازاي، العفو، حضرتك رجل اعمال ناجح ومحدش يقدر ينكر ده. طيب بس يعني في حبة كلام كده يخص ثروتك مشوه صورتك شوية. طيب نوم نصدق الكلام ده ولا نكذبه؟ بابا حضرتك نائب في مجلس الشعب وده شيء جميل. طيب بس في كلام بيتقال ان الانتخابات دي مزوره. طيب ما هو الشجره المتزهزها الناس بتزقلها بالطوب. تقصد حضرتك الشجره المثمره يقذفها الناس بالحجاره. ايوه. بص يا بابا هقول لحضرتك على حاجه بصراحه، يعني من غير ما تزعل مني، طريقتك في الكلام مع الناس سوقيه شويه، واحنا الناس بتتريق علينا وبنسمع ده بودنا. احنا عايزين نبقى فخورين ببابانا اللي عنده رؤيه وعنده بصيره وعنده ثقافه. يعني هقول لحضرتك على حاجه، دكتور جيهان مثلا. ما يخرب بيت الدكتوره جيهان على اليوم اللي شفنا فيه الدكتوره جيهان. انا اشتري عشيز للدكتوره جيهان دي بفلوس؟ لا يا بابا لو سمحت، لحد هنا الحوار خلص عن اذنك. تعال هدر حاجة فين؟ انا لسه ما خلصتش كلامي، ولما اتكلم تقف تسمعوني للاخر. حاضر، اتفضل يا بابا. خلاص لحد هنا الحوار خلص. واقف كده ليه؟ في ايه؟ انا واقف ساعتك بقالي 5 دقايق وانت مش حاسس بيا خالص. معلش اصلي مشغول شويه. اقعد يا حسن. حسن انا حاجه تكسف؟ يعني انا اب زباله؟ العفو يا باشا. يعني انا لو كنت ابوك كنت هتبقى مبسوط؟ يا نهار ابيض، هو انا طول؟ ما يمكن عشان انت زباله يا حسن. حسن انا عايز اعمل حاجه ثقافيه تتنسب لي انا. اشر بس. انا عايز مثلا ابقى مثقف، عارف يعني ايه؟ شاعر، اكتب قصص وروايات ومقالات في الجرايد والحاجات اللي قلبين دماغنا بيها دي. الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الحزون. الحلزونة جوه متاهة، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير. السما بتمطر مسالير، الحلزون مكبوت وأسير. الحلزون انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. معقولي أسمعكم آخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر؟ هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، هغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهق ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو. وادي السنونو وادي الحلزونة، يبقوا كل على بعضه 35 قصيدة، هندفع فيهم 500 جنيه. قلت ايه يا شاعر؟ لا عايزينك تكرمنا، انت كده بتربي سمول. ابيع نفسي لاول مشتري اتي، ابيع مقهورا حبيباتي وكلماتي. حلوه قوي ابيع نفسي دي،
ناخدها واديله 50 جنيه. فليسقط الشعر ولتنهار ابياتي، الشعر شعري والمأساة مأساتي. حلوة قوي برضو فليسقط الشعر دي، احنا ناخدهم الاثنين شروا 75 جنيه ونرجع له الحلزون. احنا مش عندنا سنونة؟ عندنا يا باشا. راضي يا عم؟ ان الرضا في القلب. معروف، مش هنقعد هنا بقى طول الليل. رجع بقى الحلزونة وحساب السحر بقى. الكتاب طلع من المطبعة يا باشا، طباعة زي الفل. هتلاقي كمان في الظهر نبذة مختصرة كده عن تاريخك وأعمالك. أعمل إيه؟ المصانع والشركات. إحنا بقى نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيرة عشان ياخد الضجة بتاعته وبعدين ننزل السوق. لا، إحنا نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيرة عشان ياخد الضجة بتاعته وما ننزلوش السوق. ليه حضرتك؟ حد هيشتري كلام الفارغ ده يا حسن؟ وبعدين ولادي لو قروا الكلام ده هتبقى مصيبة. العيال دي بتفهم. الحلزونة جوه؟ موجودة سعادتك. طيب، اشتري كل النسخة يا حسن. حاضر سعادتك. دي في حاجة؟ هو في مشكلة كده سعادتك، لجنة القيم بتاعت مجلس الشعب بعت إنذار لسيادتك. ليه؟ عشان سعادتك من ساعة ما بقيت نائب في مجلس الشعب وأنت ما بتحضرش ولا جلسة، الناس بتوع الدايرة ما بيشوفوش سعادتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا. والناس بتوع الدايرة عرفوا إزاي إن أنا ما بحضرش جلسات مجلس الشعب؟ حضرتك الجلسات دي بتتنقل في التلفزيون على الهوا، فريت يعني تحضر ولو جلسة. لا، ما أنا ممكن أحضر وما أطلعش برضه في التلفزيون. الأستاذ ممدوح نصر. مين؟ الأستاذ ممدوح نصر مخرج التلفزيون اللي بين جلسات مجلس الشعب، قاعد في مكتبي بره. شرب شاب الياسمين؟ وكيفه قوي يا باشا. سيد الرئيس، لقد بلغ الفساد مبلغا لا يمكن السكوت عنه. إن القطارات التي يذهب ضحاياها بالآلاف كل يوم لهو أكثر دليل على مدى الإهمال والتردي الذي وصلت إليه الأمة. هناك حالة من العبث فأغضب. أيوة حسن. شايفني في التلفزيون؟ ده انت منور الدنيا كلها يا مرجان بايه؟ محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدلة حلوة؟ هايلة، بس سعادتك لو تجيب الكرافتة كده شوية. كده كويس يا حسن؟ قمر، هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان أحمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الأعضاء الموقرين، أنا بس عايز أرد على الأخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الإيجابية. من 4 أيام في قطر طلع من الجيزة وصل العياط زي الفل، ما حصلش أي حاجة، والركاب كانوا سعداء، كلهم قعدوا يغنوا الحياة حلوة للي يركبها. الله، وإحنا نقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعة، لا. نيجي لرغيف العيش، اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو بشلن ب5 قروش زي الفل. ده بسكويت يا جماعه مش عيش. اتفضل يا حاجه دوقي. دوق يا حاجه، دوق يا معلم، دوق ما يهمكش. هو ايه المشكله في ايه؟ الواد اللي بيشتري العيش ومودي لامه بياكله قبل ما يروح بيتهم، امه تساله لا مليان مسامير ومليان ازاز. يا جماعه هي دي المشكله. الاخوه الاعضاء الايام دي ماسكين لنا في الجرايد إن مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب، دي مناعة، بتدي مناعة للمواطن المصري. هو أنت مش ساعات بتدي مصر للبني آدم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعة يا إخوانا، الشعب المصري عنده مناعة دلوقتي. أمال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعة من عندنا. أنتوا بتقولوا إيه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جاية منين؟ مش جاي من الشعب المصري؟ ورايحه للشعب المصري. نيجي بقى للاخوه اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في اقسام البوليس. انا هقول لكم على حاجه حصلت معايا انا شخصيا. احد العمال اللي عندي قفشوه في لجنه ودوه القسم. بعد 2 3 أيام قلت اروح اخرج الولد. رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الارض شيل وعاملين له تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل القسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا 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 كلام حاضر.
نيجي بالي الإعلام. الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي يا اخوانا. في طفرة كبيرة حصلت في الإعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل بأربع أيام. إشاعات مالية البلد عن أنفلونزا الطيور، دي إشاعات مغرضة. أنا جايب لحضراتكم نموذج لفرخة شامورد زي الفل من مزارعنا الوطنية عشان ما حدش يتكلم. فرخة هي بس مجهدة شوية، إنما الفرخة قدام حضراتكم أهي زي الفل. معالي الوزير والله هو كله اطرح يولع يعود يعملوا لك دوشه. ما تخصخصوا وتريحوا نفسيكم. انا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوي دي كلها. سكك حديد مرجان، انا هدفع للدوله مبلغ محترم واشتري السكه الحديد، وتسيبونا بقى احنا والقطارات نخبط في بعض. عظيم، احنا بندرس ده فعلا فعلا. شكرا يا مرجان بيه. شكرا فندم. يا سلام. انا بشكرك يا مرجان بيه. على ايه يا فندم؟ يا خبر ابيض والله ابن حلال. بالمناسبة دي أنا بهدي لسيادتك الكتاب ده. كتاب إيه؟ ده ديوان شعري من تأليفي اسمه أبيع نفسي. أبيع نفسي، العنوان حلو، عنوان صادم. هقراه وأقول لك رأيي. عن إذنك. مع السلامة يا فندم. جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، أحسن شاعر في مصر. فاز بالجائزة الشاعر مرجان أحمد مرجان عن ديوانه أبيع نفسي. أيها السادة، إن ديوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة، إنها عصارة الأمل وأي أمل. إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري، بل ليس الإنسان المصري فقط، ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي. وبهذه المناسبة أهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الثقافة في مصر. بجد يا بابا مش قادرة اوصف لك قد ايه كنت فخورة وانت بتاخد الجايزة. بس برضو يا بابا حضرتك غلطان، ازاي كل الناس يباركولنا واحنا ما نعرفش بيباركولنا على ايه؟ وانتوا ما قريتوش الشعر؟ ما هو انت ما سبتلناش ولا نسخة. وبعدين يعني انا عايزة نسخة تكون ليا وعليها اهداء. وانا عاوز 20 نسخة اديهم لاصحابي. بابا انا قلبت الدنيا على الديوان ما لقيتوش. ما هو ما فيش ولا نسخة، كل النسخ نفذت. اكبر نسبة مبيعات في تاريخ الادب العربي. طب ما فيش طبعة تانية؟ ما احنا عملنا الطبعة التانية قبل الأولانية والاتنين نفذوا برضو الحمد لله. أنا بس يعني عايزة أعرف حاجة، وسط مشاغلك دي كلها جبت الشعر ده كله منين؟ والله يا علاء يا بنتي، ساعات كده أروح قهوة صغيرة مع المهمشين والبسطاء وأقعد أشعر مع روحي. آه العجاتي. أنت تعرفها؟ آه بروح هناك كتير أحضر ندوات، بس عمري ما شفتك هناك. طب ما تروحش بعد كده. ليه يا بابا؟ إمبارح البوكس جه لم كل الشعر اللي هناك وقفلوا القهوة. طب عايزة أقول لك إن إحنا محضرين لك مفاجأة. إيه هي؟ دكتور شيهان عايز تعمل لك عندنا في الجامعة ندوة بمناسبة حصولك على الجايزة. ندوة؟ الكتاب ده كارثة بكل المقاييس اللغوية والشعرية. طب ايه رأيك بقى يا دكتور عبد اللطيف ان الكتاب ده حاصل على جايزة الدولة في الشعر؟ وعاوزاني انا احضر ندوة اناقش فيها الهبل ده؟ انا انأى بنفسي على ان اشارك في هذا العبث، دي مهزلة. ايوه انا عايزك تقول رايك ده بمنتهى الصراحه. اقول رايي فيها يا دكتوره؟ الهبل ده يتناقش في مستشفى المجانين مش في ندوه ادبيه. وبعدين من مرجان ده؟ ها انا اول مره في حياتي اسمع عن واحد شاعر اسمه مرجان. اسمه مرجان احمد مرجان. يسعدنا ان نلتقي بالاستاذ مرجان احمد مرجان صاحب ديوان ابيع نفسي، والذي حصل على جائزه المجلس الاعلى للشعر والادب، ومعنا ايضا لمناقشه الديوان الدكتور عبد اللطيف سالم استاذ الشعر العربي ورئيس قسم الادب المقارن
وعضو مجمع اللغة العربية والحاصل على جائزة الإبداع في النقد الأدبي من جامعة أكسفورد. إيه ده؟ دي حاجة بسيطة كده على مقسم حلوة الديوان، وربنا يخليك لينا يا دكتور. أيوة بس ما يصحش، دي ساعة الصبحية محدش يقول للرزق لأ. دكتور عبد اللطيف اتفضل حضرتك قولنا ايه تقييمك للديوان. لقد استطاع الشاعر مرجان احمد مرجان ان يكسر كل تقاليد الشعر، ان يقفز على كل الحواجز، وان ينطلق بشعره وبخياله بعيدا بعيدا، بل ولقد استطاع ان يحلق في افاق اخرى عوالم خاصه صنعها بنفسه. إنه يذكرني ببيت للشاعر دعبل حينما قال: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. أصل دعبل كان ساكن في الشيخ زايد. لقد استطاع الشاعر مرجان في إيه؟ أن يقول دي حاجة بسيطة كده تبحط في صوابك عشان الكلمتين الحلوين اللي انت هتقوليهم عليا. تجننت؟ ايه اللي بتعمله ده؟ امسكي بس للعيال تفتكر اللي انا بقرصك في رجلي. الظاهر ان انت فعلا انسان وضيع زي ما قالولي. انا غلطان انا دخلتك مكان زي ده. خلاص توش فقر. واني لأترك لشاعرنا الكبير المجال كي يقرأ لنا شعره بنفسه ليمتعنا ويطرب آذاننا. بسرعة بلطيف، ده رأيك في الديوان؟ انت ما قلتليش الكلام ده. الراجل بيقول كلمة حق، مش ده رئيس قسم البتاع في قلب البتوع اللي انتوا قلتيهم دول؟ فليتفضل شاعرنا الكبير. لا انا افضل انك انت ما تقراش من الكتاب. الكتاب موجود معانا، احنا عايزين نسمع القائك للشعر. اتفضل. انا هسمعكم الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو. سنونو بينونو هناك، أصل الميدان كان فيه زحمة كمان، وإنسان غلبان خارج من شغله تعبان. ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا إنسان، اديها في الكاليتش كمان. تعرف الساعة اللي معاك دي بكام؟ 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 الولاد فين يا توفيق؟ اطلعوا لهم العشاء جاهز. الأستاذ عدي والأنسة علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ معرفش يا بيه، لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا؟ أيوه يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا استاذ مرتضى. منين؟ وبيعملوا ايه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مرتضى، اتفضل. استاذ مرتضى، احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري؟ اه. ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. أنا مش حارمهم من حاجة، ومعيشهم أحسن عيشة. ولادك حسوا إن هم تهانوا قدام زمايلهم. الحكاية مش حكاية فلوس وبس يا أستاذ مرجان. آه، أمال الحكاية إيه؟ الثقافة، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب، أنا كده بقى وإذا كان عاجبهم. هو ده اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا أستاذ مرجان، ولادك كبروا ونضجوا، فهموا حاجات كتير قوي. وأنت زي ما أنت، واقف محلك سر. الفلسفة دي تقوليها عندك في الجامعة هناك. أنا ما تقليش الكلام ده.
انت بتكلميني وكاني راجل فاشل. فكري ايه وثقافه ايه؟ بص يا دكتوره، انا مشاريعي ماليه البلد وبتشغل ناس وفاتحه بيوت. التخت اللي انتوا قاعدين عليها في الجامعه دي انا اللي موردها للجامعه. كشاكيل اللي انتوا بتكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان، المايه اللي بتشربوها ميه مرجان، الحديد اللي شال الجامعه حديد مرجان، الملابس الداخليه اللي انت لابساها من مصانع مرجان. لو سمحت يا استاذ مرجان تختار الفاظك كويس. زعلت قوي يعني عشان قلت لك الملابس الداخليه؟ طب يا ست ما تزعليش، الاندروير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخليه. هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخليه. العيال فين؟ خير يا بابا؟ بيتهيألي كفايه قوي اللي حصل النهارده الصبح في الجامعه. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ بابا حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في الديوان ده؟ لا يا سيدي ما كتبتوش. اعملوا لي محكمه بقى. الشعر ده تأليف واحد مجنون، اول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ ازاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زباله. وبعدين انا عملت كده عشان ايه؟ مش عشان اعجبكم؟ عشان تفتكروا بيا زي ما انتوا بتقولوا؟ انت عارف يا استاذ مرجان انت ناقصك شيء مهم جدا. ايه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ انك تتعلم. نعم؟ تتعلم. ايوه يا بابا تتعلم وتاخد شهاده. ما هو مش معقوله تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهاده ايه ونيره ايه؟ النهارده الشهادات بتاعتكم دي ما تسويش تعريفه. لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعه تشحطوا. والحكومه خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات ملهاش اي لازمه كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركم قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص اروح اقدم في مدرسه والبس مرياله وارجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم انك بتقول ده بسخريه وكانها نكته، لكن لو عايز رايي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاصلك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انت وهي على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا. خلاص اتفلقوا كاكونيلا. خليها بقى هي تصرف عليكم. كاكونيلا عليكم وعلى اللي بابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي. ده هيكلفنا حوالي 20,000 دولار. لو سعادتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي 100,000. في كمان في المجر وبلغاريا دبلومات تعادل الماجستير ودي باسعار اقل شويه. مفيش حاجه من هنا يا حسن. في بس سعادتك شخصيه عامه ناس كتير هتدور وراك فملوش لازمه وجع الدماغ ده يعني. تاخد سعادتك ليسانس بولندي ده ممكن يوقف علينا ب 10,000 دولار بس. اسمع يا حسن، انا اولادي دماغتهم جزمه قديمه زي كفايه حكايه الشعر دي. وبعدين بقى لو جبت لهم شهاده من بره هيقولوا لي جبتها ازاي وكنت فين ويقعدوا يسالوني فيها ويعملوا لي امتحان كمان. طب سعادتك شايف ايه؟ انا هاخد الشهاده من هنا ومن نفس الجامعه بتاعته. انا سعيد جدا بهذه الزياره. مرضي سيادتك، في حاجه بالنسبه للاولاد؟ هم اشتكوا من اي حاجه؟ لا لا لا، المشكله مش مشكله الاولاد، المشكله مشكلتي انا. بس قبل ما نتكلم في اي مشكله، ده شيك مني كده بالمبلغ على مقاسهم لتجديد مباني الجامعه. ده شيك كتير. ده كلام زيادة والله. أخباري معامل إيه؟ المعامل زي ما سيادتك عارف، المعامل بنحاول نجددها يعني. ده شيك مني لتطوير المعامل. المعامل؟ تعرف يا مرجبي؟ أيوه. قليلين اللي زي سيادتك اللي بيهتموا بمسيرة التعليم في البلد دي. تعرف سيادتك أنا بحلم بإيه؟ أنا بحلم إن أنا أزرع حوالين حرم الجامعة أشجار وجناين عشان الأولاد يستكشفوا هوا نظيف. ده شيء بتاع الجناين. يا ما شاء الله سيادتك عامل حساب الجناين. أنا لساني يعجز عن الكلام. أنا أشكرك جدا يا مرجبي. أنا نفسي أعمل لسيادتك أي حاجة تؤمر بيها يا مرجبي. أنا عايز أدخل الجامعة عندكم هنا وأكمل تعليمي. أنا نفسي أخد الشهادة من هنا من عندكم الجامعة. ده من دواعي سرورنا، ده من دواعي الفخر للجامعة أن تكون تلميذة ملتحقة بها. هو بس في مشكلة صغيرة، الثانوية العامة بتاعتي قديمة شوية، هي من 42 سنة. 42 سنة؟ يستثنى هذا الشرط؟ أنت بتتكلم في إيه يا مرجبي؟ هي في الحقيقة مش ثانوية عامة، هي دبلوم لاسلكي. دبلوم لاسلكي؟ نكلم سيادة الوزير يا فندم. نكلم سيادة الوزير، انت فادي تريفير مثلا، دي مسألة بسيطة جدا. طب
طب دلوقتي انا عارف ان الدراسه ابتدت وباب الدخول اتقفل. باب الدخول حاليا اتفتح علشان خاطرك يا مرجان فيه. انا متشكرين قوي يا دكتور. بقى حفظ الله يا فندم، بقى سلامه الله. ناجح وموفق باذن الله. الامتحان النهارده ما بيقتصرش على اراء رسمي اثناء الكتاب. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. في طالب جديد هينضم عند حضرتك في السكشن ده بعد اذنك يعني. اتفضل. ده الاستاذ. عارفاه عارفاه كويس قوي. السيد رئيس الجامعه موصي عليه توصيه جديده، يا ريت بقى سعادتك تهتمي بيه شويه زياده. مش محتاجه توصيه يا دكتور، طلبه كلهم عندي واحد. اتفضل يا مرجان. على اذنك يا دكتور. ما هي ده بشريف؟ قولي يا مي. مرجان احمد مرجان، قولي لي يا مرمور. لا ده احنا سنتنا حلوه كلنا ان شاء الله. بس يا انكل. انكل ايه بقى؟ الحاجات دي ما تنفعش هنا طنطماية. الواد ده بيبص لي كده ليه؟ ده محمود نور الدين، مالكش دعوه بيه. ده رئيس اسره نور الحق ومحبكها قوي. رئيس اسره ايه؟ بعدين؟ لا اصل اول يوم بقى وبنتعرف على الزملاء يعني. المحاضره مش مكان للتعارف يا مرجان، دي مش كافيتيريا. مصطفى وصل لي ورقه الاسئله. امتحان ايه واحنا لسه اصطبحنا؟ هو متضر للنار كده على طول؟ ايوه. اصل يعني مؤاخذه انا لسه مستجد وما سخنتش يعني. اكتب اللي تعرفه. اكتب اللي اعرفه. احنا مع بعض مهاميه، ها نشغل بعض شويه، وانا تحت امرك في اي خدمه يعني. التليفون ده لسه جاي لي نوفي، ده بكاميرا، ده هديه مني ليكي. ميرسي قوي. دي ورقه عشان تجاوب فيها، وده قلم. خبي كتاب، خبي كتاب، دي بصلنا. ده امتحان اوبن بوك. اوبن بوك ازاي يعني؟ بس احنا بصوا في الكتب والمراجع. طب ما التعليم بقى سهل قوي اهو، يعني ما اسمح لكم كده انكم انتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين. وانا اقول العيال خابت ليه. اتفضل. ايه ده؟ مرجع عشان تنقل منه. انقل من كل ده؟ طب ما تنقلي لي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. يو 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 يو. نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهاردة زرنا النبي هيثم دبور. منورة بأهلها. مرجان أحمد مرجان. مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقة دي برجليه؟ إيه اللي رماك على المر؟ القمر منه. وبعدين؟ أنا متأسف جدا يا دكتور، أنا الوقت سرقني وأنا في المكتبة بعمل ريسيرش وبعدين. أنت متأخر ربع ساعة المحاضرة يا عدي. أنت عارف النهاردة في إكزام، الوقت ده مخصوم من وقت اجابتك. انت ايه اللي جابك متاخر؟ الامتحان ابتدى بقاله ربع ساعه. الواد ده اتمنع من دخول المحاضرات لغايه اخر السنه، لان اللي ما بيحترمش المحاضره بتاعته يبقى ما بيحترمش زمايله ولا بيحترم المدرسه بتاعته. انت مالك انت؟ بتتسحب من لسانك ليه؟ انا كنت بقول يا قبله يعني عشان ما تقولش. وانا مش قبله. اللي يتكلم هنا يبقى باذن. اتفضل اقعد. اتفضل يا عدي. همدلك الامتحان ربع ساعة. مش بقى تبدلي الامتحان ربع ساعة، لا ده كوسة بقى بصراحة. اسمعي، لا بقى ده كوسة بقى. كوسة أنا من كوسة. هنعمل بقى شوية كده. إيه ده؟ إيه ده؟ أنت يا مرجان؟ ده ربع ساعة. يا مرجان، أنت بتعمل إيه؟ فضلات. بابا، أنا سعيد جدا إن أنا شفتك هنا النهاردة، برافو. عدي، ما تكلمش حد.
بابا. انا ابوك وانا حد غريب؟ جرين اشتغل انت بدي بقى. ها انا خلصت ابلة حاجه زي الفل وبارك الله فيما رزق. انا مش ابلة والورق كله بيتلم اخر المحاضره. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. ايه ده الواد ده بيكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي. خلاص بقى يا مورجان نفض يا عم، كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا هيثم؟ الجي اللي هي جمجمه. والدي اللي هي الدماغ. الله 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 الواد بينفخ لها في ودنها، ده واد قليل ادب. شهيصني انت وانا رسيك على الحوار كله. وشهيصك ايه وحوار ايه؟ العالم هنا كلهم عارفين ان هم انت مين. من التنين؟ ما انت مين؟ هم مين دول ما انت مين؟ تامروا عليها. ما انت مين ازاي؟ ما انت مين؟ ما تترجم بقى يا مورجان، خليك كول. الله، ما انت مين كده عيني عينك قدام العالم؟ يس. رايح فين يا مورجان؟ هكسر له الجي وابطح له الدي. يا ده عملت قلتي مع البيت من الصبح ومحدش ملاحين. يا بابا حرام عليك ما ينفعش كده. كنت انت خالص مفيش دعوه خالص. بابا حضرتك مش فاهم. مش فاهم ايه؟ سايب اختك بتتقتل في الفصل وانت قاعد قافص جوابك. بي كول مان بي كول. سيبه بغباوته بسلطاته بابا غنوجه. بابا غنوجه كمان. هو ده صراع الحضارات. عندك صراع الحضارات. اونكل حضارات. اونكل حرام يا اونكل توسو ده جميل. جميل مالكش دعوه انت، انت مقنت مع نفسك. انت مالك؟ امشي من هنا امشي خالص. انت يا مورجان انت فاكر نفسك فين؟ ايه عايزاني اشوف بنتي بتتقدم قدامي واقعد ساكت؟ عايزاني اكبر الجي واروق الدي؟ ما تكلم اخ محمود، عجبك المسخره اللي بتحصل في الفصل دي؟ انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيله والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنه اخ محمود، انها الفتنه. ما هو كل اب يساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر. مورجان اضرب بيد من الحديد. ما اضرب بيد من الحديد. لا بقى انت زودتها قوي. اطلع بره اطلع بره اطلع بره بقى. قادر بيكول بيكول. صباح الجوافه. روق يا برنجي. انا تطردني من المحاضره؟ انا هبطلها الشغلانه دي خالص. والواد تامر عليه النعمه بحصيل. تامر ايه يا راجل وكلام فاضي ايه؟ روق دماغك. هاي جوهي انت امتى؟ هو مدلوق عليها ملوخيه ولا حاجه؟ مالها مزرع اخضر كده ليه؟ بكره تدبل وتصفر. تصفر؟ صدق يا هيثم ان انا حبيتك. انت ابن حلال يا دبور. وانت حبيبي. السيجاره دي يا دبور؟ دي مش سيجاره. امال ايه ده يا دبور؟ دي خبور. تديني خبور يا دبور. كتكونيلك مزاج كل زي القشطه. لا 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 يا مورجان دي تبع عدي. عدي ابني. ما انت مين؟ ما انت مين برضو؟ اه ازيك؟ جاهز لخبوره دبور. دن بابا. بابا ايه ده؟ انت اللي بابا. حضرتك ما انت واختك ما انت ما وانا ولا دارب حاجه. بابا ده خليني اشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان. البيت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا جايين تقدموا ولا جايين تتعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا اي حاجه. ما كل واحد يزنق اللي بيت على الترابيزه ولا في مدرب يقول لك ما انتم بقت انتما. هي مين ده يا اخوانا؟ انت بتقل ادبك ليه؟ فين امن الجامعه؟ ده قول لي امن الراجل ده. امن ايه يا عم؟ ده احنا نقطعه هنا. قطع مين يا كوكو؟ ده ابويا. ابوك ابوك يبقى يقعد باحترامه. انا محترم غصب عنك وعن اهلك. امال انت برج ايه؟ العذراء. هنكذب من اولها. مورجان احمد مورجان proceeds to the dean's office. يا استاذ مورجان في شكوى مقدمه ضدك من الطالب تامر عبد الله. تامر شاكين انا؟ ده حتى يبقى حرام يعني. الشكوى اللي متقدمه فيك مش بصفتك ولي امر، انما بصفتك زميل تامر وعلياء. انت اهنت تامر واهنت علياء، والكلام والحاجات اللي عملتها دي ما يصحش تتعمل في الحرم الجامعي. يعني عايزانا اشوفه بيأنتم مع بنت واسكت؟
ده ممكن حضرتك جرحت مشاعري والله. ايوه، وممكن كمان يرفع عليك قضية تعويض بسبب الأضرار النفسية اللي سببتها له قدام زمايله. بس أنا بقى أقنعته يجي يقعد معاك وتتكلم. طب والأخ تامر المجروح عايز مني إيه بالظبط يعني؟ تعتذر له؟ أعتذر له وأنا شافه بأنتم مع بنتي قدام عيني؟ ده حاجة عجيبة والله، مش فاهمة. مشاعر تامر تجاه علياء مشاعر زميل بيقدرها وبيحترمها وبيحبها. ولما هو بيحبها ما تقدمش ليه؟ ما دخلش ليه من الباب؟ يور امبوسيبل. مين؟ هو مش بيحبها الحب ده؟ أمال بيحبها حب إيه؟ يا ممكن علياء دي أنتمتي. اعترف الواد اهو، ما انت مع علياء. يا ابني ترضى ان انا انت مع عمك؟ لو كانت مامي مش مقنتمه انا عن نفسي ما عنديش مانع، بس يا انكل في النهايه ده قرارها هي. التربيه والاخلاق اهم مليون مره من التفوق العلمي. مظبوط حضرتك، بس هم ما اجرموش يعني. لا يعيب الطالب او الطالبه انهم في قليل من الاحيان يقنتموا مع بعض. برضو ماشي، حقكوا عليا، انا غلطان. دماغك يا ابن ابو اسد. يا مش جامعه ده كباريه. يرضيك اللي بيحصل ده يا اخ محمود؟ لازم تعرف يا اخ مرجان ان الساكت عن الحق شيطان اخرس، وانت لن تسكت عن هذا الفجور، ونحن جميعا وراءك لنطهر الجامعه من الفساد والرذيله. العلم صاحبين يا اخ محمود. صاحبين يعني ايه يا اخ مرجان؟ ما انت مين؟ اعوذ بالله من غضب الله. يا اخ مرجان انا بدعوك للانضمام الى اسره نور الحق لنكون معا جبهه ضد الانحلال والتسيب. انا معاكم. الخمور اخرس يا فاجر يا منحل يا سافل يا عدو الله. مورجان، احب اقدم لكم الاخ مرجان احمد مرجان، عضو جديد معانا في اسره نور الحق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي الاخت باكينان، زميله معانا في الكليه وعضوه هنا في الاسره. وعرفت ازاي انها الاخت باكينان؟ الاخت باكينان بتدي دروس دينيه لهدايه الطالبات في الجامعه. اللهم ارض عليكي، اللهم ارض عليك يا اختي باكينان. انما اخ محمود، ايه النشاطات اللي بتعملها اسره نور الحق بالظبط يعني؟ لا لا، انشطه كتير والحمد لله. يعني احنا مثلا بننظم رحلات ترفيهيه للطلبه. حلو، حلو قوي. لزياره اضرحه اولياء الله الصالحين. الله اكبر. وبنقيم مسابقات بين الطلبه. جميل. في حفظ القران الكريم والحديث الشريف. لا حول ولا قوه الا بالله. واخيرا يا اخ مرجان، اصدرنا جريده نور الحق بالجهود الذاتيه. طب والاخلاق يا اخ محمود؟ الاخلاق، وديك شايف منظر البنات في الجامعه عامل ازاي، البلوزات في الطالع والبنطلونات في النازل. لا حل سوى الزواج يا اخ مرجان، فالزواج يصون الفتى والفتاة من الوقوع في المعصيه. الله، يتجوزوا ازاي وهم لسه بيتعلموا واهاليهم بتصرف عليهم؟ يا اخ مرجان، ان زواج المسلم والمسلمه ليس في حاجه الى حفلات صاخبه. يعني يتجوزوا في السر؟ ان الزواج في السر اهون بكثير من الفضيحه في العالم. عرف يعني. حلال حلال حلال. يعني انتوا برضو مقنتمين، ودي تفرق ايه؟ سلام عليكم. ولادي فين؟ فين ولادي يا دكتوره؟ ايه ده؟ انت ازاي تقتحم البيت بالشكل ده؟ اقتحم ده، انا اكسر البيت ده فوق دماغي. يلا تقعي على البيت، على اخر الزر مش هعرف اربيكوا. يلا على البيت. من فضلك ما تزعقش هنا، ده بيت محترم. محترم، هو انا اعرف ليه ولادي بعد كده؟ انا خلاص سيبت شغلي وكله وعدتكم في الجامعه، اما تشوف اخرتها ايه؟ يلا تقعي على البيت. يلا. خلاص اليغم اللي كنتوا عايشين فيها خلصت. من هنا وراح مفيش فلوس ولا عربيات ولا موبايلات، واذا كانت الجامعه ما عرفتش تربيكوا انا هربيكوا. مستعرين مني وانتوا تعروا بلد؟ وانا كنت موديكوا الجامعه عشان تتعلموا ولا عشان تنتبهوا وتسيبوا البيت وتمشوا يا كلاب؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا هنا عشان الفالنتاينز دي يا انكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا انكل. وجاي تحب مين هنا ان شاء الله؟ انا جايب الدبدوب ده لعلياء، يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. اطلع لها وقول لها ان تامر عايزك. اطلع لها انا. انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوب يا انكل. بابا 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 ب
عارف لو شفتك بتكلم عليها تاني هقطعك. الو يا مورجان، ما تيجي تفروط الجي وتلايط الضيق في ماسورة نسوان ضربت في المكان. طب انا شوية كده وجاي لكم. بابا. نعم. كنا عايزين نتكلم مع حضرتك شوية. انا مش فاضي، انا خارج. خارج راح فين يا بابا دلوقتي؟ راح اذاكر مع واحد صاحبي. هاي هيثم. هاي بيبي. عمر ما جاش؟ عمر مات، بس ممكن تقعدي معانا لحد ما يصحى. تعالي هاي هاي. ابوك بيشتغل ايه يا دكتور؟ حرامي. حرام؟ سرق ايه؟ 700 مليون جنيه. هو فين دلوقتي؟ المزرعه. عندكم مزرعه؟ سعيدني المزرعه واخد 15 سنه. امال انت بتصرف منين؟ إيه؟ فلوس ابويا. طب انت مش بتقول جوه السجن؟ هو في السجن فلوسه بره. امال انت بابا بيشتغل ايه؟ ده الشريك انكل بابا هيثم. معاه في المزرعه. وانت ابوك بيشتغل ايه؟ انت كده فلة. أبوك بيشتغل إيه؟ فلة. علقتنا عليك. وبعدين ايه الموكب ده كله؟ طب بابا عندنا محاضره، ممكن مفتاح عربيه؟ هل الإنسان كائن أخلاقي؟ هل يولد في هذه الدنيا وبداخله نوازع الخير؟ أم إنه يكتسب ذلك من تأثره بالبيئة المحيطة به؟ يقول ويل جورانت في كتابه قصة الحضارة أن الأخلاقيات هي المهد الذي نشأت عليه كل الحضارات الإنسانية.
ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ انا كنت بقول ايه؟ بص الواوا. اتفضل اطلع بره بره. بس كنت هايل بره. اجرام. مساء الخير. ده حسن. قلقتني يا استاذنا. الساعة 5 الصبح. خير ساعتك فيه؟ مش عارف اذاكر يا حسن. عندي امتحان يوم الاحد شفوي. مش فاهم ولا كلمة من اللي قدامي، كله بالانجليزي. وخايف اسقط يبقى شكل وحش قدام العيال. ان شاء الله ربنا ينور طريقك يا باشا. وساعتك عندك امتحان ايه؟ مش عارف. حتى اسم المادة مش عارف اقراه. هو اسم المادة كده كلمة مقلبزة وفيها حروف كتير. واللي هي تخلص بالتيفيزيتيشنز دي. والعيال ولادي ولاد الكلب نازلين ضحى بره طول الليل بيضحوا. هتمتحن وهتجاوب وهتطلع الاول كمان. الدكتور اسماعيل رئيس القسم يا باشا. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا اهلا. دي فرصة سعيدة. أهلا بيك يا فندم. نايس تو ميت يو مورجان بيه. ضروري طبعا. أهلا وسهلا. أنا ما أحبش قعدة المكاتب أصلي، تعال نقعد هنا على جنب عشان نعرف نتكلم مع بعض. تفضل حضرتك هنا. تفضل. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا 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 بأستاذنا الكبير. أهلا وسهلا. طفل المعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا. تسمح لي بإيدك؟ تسمح لي أقبل يداك؟ أنا دائما أحب أن أقبل أيدي العلماء، لأن العلماء هم الأساس بتوع كل حاجة. حضرتك بتاخد كام في الشهر؟ 20 سنة في التعليم الجامعي ويا دوبك 800 دولار. 800 دولار؟ بعد 20 سنة في التعليم الجامعي 800؟ الله العظيم. عندك أولاد؟ أربعة. أربعة؟ و 800 دولار؟ تشرب شاي بالياسمين؟ أشرب. Briefly discuss the major difference between ethnocentrism and culture relativism. Well, ethnocentrism involves judging others subjectively. Define xenophobia in a normal sociological system. Xenophobia is hostility towards foreigners. And you? What's your name? Yes, but sometimes no. What's your name? Yes, Morgan Ahmed Morgan. Excellent! Bravo! Bis-bis! دكتور اسماعيل، أنا متأكدة إن النتيجة فيها غلط. مورجان ده لا يمكن يجيب امتياز، لا يمكن. أنت بتشككي في إيه يا دكتورة جيهان؟ عملية التصحيح بتتم عندنا بمنتهى الدقة والشفافية. الراجل ذاكر واجتهد، وأنا امتحنته بنفسي، ومش أنا لوحدي بس، في أستاذين غيري امتحنوه وادوله نفس التقدير. أنا بقترح يا فندم نعيد التصحيح. يا دكتورة جيهان، النتيجة طلعت واعتمدت خلاص، وأرجو إن الخلاف السياسي اللي بينك وبين الأستاذ مورجان أيام الانتخابات ما يأثرش على موقفك منه كطالب عندك في الكلية. تكوني لف خبيركم. مش مكسوفين من نفسكم؟ الهانم جابلي مقبول بالعافية، وحضرتك صاعد في مادة، وأبوك اللي كنت مستعرين منه طلع بامتياز، طلع الأول على الدفعة كلها. فعلا يا بابا، انا ما كنتش مركز الفتره اللي فاتت دي، عشان كده ما عرفتش اجاوب. وش معنى انا ما لما الخوم في 60 حاجه خايبين وساقطين؟ قولولي اجيب لكم مدرس خصوصي اشرح لكم انا. طب والله يا بابا دي فكره هايله، احنا فعلا محتاجين ان انت تشرح لنا. اشرح لكم ده ايه؟ وانا فاضلكم كل واحد اعتمد على نفسه. وبعدين انا لازم انام بدري عشان بكره عندي ماتش في الجامعه. ماتش؟ ايوه ماتش. انتوا ناسيين الرياضه كده 10% عمل سنه، وانا ما اسيبش فتفوته تعدي منه ولا درجه واحده قد كده. طب تعالى اتفرجوا. انا عمري ما شفت ابوك بيلعب كوره. اديكي شفت ابوكي ما بيغلبش. ظبطت الحكم حسن؟ ظبطته يا باشا. ظبطت الاثنين لاين مان؟ ظبطتهم يا باشا. الواد الجون بتاع الفرقه الثانيه قلت له هوديه الاهلي؟ قلت له يا باشا. على بركه الله. سيداتي انساتي سادتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من استاد جامعه المستقبل، حيث تقام اليوم المباراه النهائيه التي تجمع بين جامعه المستقبل وجامعه العهد.
هناك نجم جديد رائع قادم، مورجان أحمد مورجان الملقب بمورجان أو يقال ميمو الكرة المصرية الجديد. هنشوف. نزل الفريقين بالفعل إلى أرض الملعب. الرحمن الرحيم، اللهم انصرنا. آمين. اللهم قوي من عزيمتنا. آمين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبيلنتي وهجمة مرتدة. آمين. اللهم ابعد عنا الإصابات. آمين. الشد العضلي وبلع اللسان وتمزق الأربطة. آمين. اللهم دمر الفريق الأسود ذو القلب الأسود تدميرا. آمين. اللهم يا ابني الماتش ابتدى بقاله ربع ساعة والفرقة التانية بتلعب لوحديها. يلا بدأت المباراة من محمد لخالد على يمينه. هوبا الله الله الله، في الدقيقة الأولى بتعمل إيه يا جون؟ 1-0، هدف جميل جدا جدا جدا. يتقدم فريق جامعة العهد على المستقبل. فينك يا مورجان؟ مصطفى بطن رجله، استلم من هاشم ماشي وشرب الخارجية الحلوة، وادي علي هيجيب جون. هوبا ضعيفة ضعيفة. إيه ده؟ إيه يا جون ده؟ فاتح البحر ليه يا ابني؟ فين طريقك فين؟ بيروحوا له منين يا نهار أبيض؟ إتلا شيء. كابتن العهد ماشي معدي اخد واحد والتاني دخل على المنطقه يجيب جون. هوبا ضعيفه. امسك يا هريدي، اخيرا هريدي. هوبا يا هريدي، روعه يا ابني، روعه روعه روعه. رايح فين رايح فين؟ دخل الجون. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، بيدخن هريدي عليه العوض ومنه العوض. خلصت الماتش يا ابني، 3-0 لصالح العهد. ماشي امير من ناحيه اليمين، احتكاك مورجان بالقلم. يا نهار ابيض، ضربني وبكى، سبقني واشتكى. كارت ايه؟ كارت احمر. امير بره. يا نهار ابيض، ضربه جزاء صحيحه لمورجان. تركيز عالي قوي داخل مورجان. هوبا الله 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 الله، جوه الجول. الله عليك يا حبيب والديك، روعه يا ابني روعه. ارقص غني، الله اكبر الله اكبر. 3-1. ضربة ركنية، العرضية العالية بإيده مورجان. يا نهار أبيض، هدف مارادوني لمورجان أحمد مورجان. برأسه ماشي، برجله ماشي، بإيده ماشي، سجد للمولى سبحانه وتعالى. 3-2. الشوط الثاني، جامعة العهد يا ترى هيكون لها رأي تاني وهتتقدم على جامعة المستقبل، ولا مورجان الملقب بميمو هيكون له رأي تاني؟ تعالوا نتابع ونشوف مع بعض. ضربة مرمى حلوة أوي المحمود على وش رجله، طويلة وعالية جميلة جدا 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 على صدره ميمو. ميمو وجون، مفيش رايح مفيش صفارة، ترقيصة هي دي. هوبا في العرضة يا راجل. ينفع كده حسن؟ ما أنا يا باشا ما أقدرش أرش العرضة. محمود ماشي من ناحية اليمين، هي العرضية يا جسمك يا مورجان، يا يمينك يا تامر. هوبا الله الله الله، 3-3. بوكس يمين، ايه ده؟ بوكس شمال يا نهار ابيض، ويعتبر على الارض. هي دي التحية في بطنه. يا نهار ابيض يا مورجان، ايه اللي بيحصل ده؟ ما لحقتش تتهنى، ما لحقتش تتهنى يا حبيبي. اللهم اغفر له وارحمه. امين. اللهم اجعل مثواه الجنة. امين. عندنا دقيقتين وقت بدل ضايع. ماشي من ناحية شمال أيثم دبور، 3-3. هي العرضية هي دي. هوبا الله الله يا مورجان، بكعبك يا مورجان، يا حركاتك يا مورجان. خلصت الماتش يا ابني، خلصت الماتش يا مورجان. 4-3. جيت الدنيا ازاي؟ انت اكيد من عالم تاني. روعة يا مورجان روعة. مورجان أحمد مورجان العظيم الفنان. كابتن مورجان، ودي اول مره بتجيب الكاس للجامعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله احنا ربنا وفقنا، وده نتيجه لمجهود متواصل حقيقه، واحنا عملنا اللي علينا، واحنا بنقول هارد لك للفرقه الثانيه. والحقيقه احنا بنشكر الجماهير دي اللي فضلت معانا لغايه الاخر، واحنا بنشكر كمان هيئه الحكام يعني الساده الحكام للقرارات الحاسمه الحقيقه اللي خدوها. وانا احب اهدي هذا الفوز للسيد الرئيس راعي الرياضه في مصر. مورجان مورجان يا جماعه، دي اول مره جامعه بتاعتنا تاخد بطوله. دي احنا كنا مضروبين بالجزمه في كل النشاطات. انا النهارده مش عامل دماغ، انما حاسس اني عامل دماغ رباني. بدي يا مرياني اللي منتمى مع عمر. بس انا فضت لعمر ودلوقتي منتمى مع وائل. البنت دي ما بتهملش ابدا. الله، مش دي نورهان اللي منتمه مع عدي؟ ما هي نفضته ودلوقتي منتمه مع محمود رئيس اسره نور الحق. هي من فوق منتمه مع محمود، من تحت بقى منتمه مع عمرو دياب. بل لو لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس لما اجاز لك ان تؤثري هذا الوقت الذميم على ذاك السيد العظيم. هايل، كويس قوي يا نادر، كله ماشي مظبوط. المهم من اول دخولك لحد ما ترجع تحت رجليها، ده الجزء المهم قوي. ليه؟ قوي قوي. اتفضل يا استاذ مورجان.
اهلا استاذ مرجان. استاذ محمد ابو داوود المخرج الكبير. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل. اتفضل حضرتك. من هنا يا دكتور. يلا بالتوفيق. الله يخليك. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. ايه عايز تمثل؟ يا ريت والله يا استاذ. طيب احنا بنعمل هاملت. ده حبيبي يا فندم. ده حبيبنا يعني. انت هتقول الجمله دي. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. لا قولها تاني بقى من فضلك. لقد وقعنا في الفخ. استاذ مرجان. ايوه. شوف عشان تمثل لازم الاول تستحضر مكنون الشخصيه. هو الشخصيه مكنون؟ لا مكنون الشخصيه يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي اي شخصيه بيبقى لها ابعاد. ايوه. علشان اعمل الابعاد دي عشان اوصل للباعث فالاحساس يطلع مظبوط فده مكنون الشخصيه. كل ده في الجمله دي. بس انت تقولها كويس. طيب جاهز؟ جاهز. طيب اتفضل حضرتك على المسرح. هتقف في الكالوس هنا. فين؟ الفتحه اللي هناك دي الكالوس ده. أيوة. هتقف لحد مدير خشب مسرح هيقول لك اتفضل. هتخش تقول لقد وقعنا في فخ. اتفضل. يلا يا اساتذه كله في مكانه. لو كان البصر بلا سمع والسمع بلا لمس واللمس بلا شم بل لم يكن لنفسك الا ادنى جزء من الحس. لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. هدي ماسكها ليه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد وقعنا ايه؟ لقد وقعنا في الفخ. لقد هتخش امتى؟ هتخش دلوقتي يا استاذ. دي دخلتك. ازيك يا سيد العظيم. طب عايز اروح الحمام. حمام ايه دلوقتي؟ يلا يا استاذ. لقد فقعنا في الوخ. لقد تشحمنا في الشحم. لقد تلسوعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ. فجعنا في الحش في المحن. لقد وقعنا في الفخ. فقعنا في الفخ. لقد وقعنا في الفخ يا بس. ايه؟ ايوه حسن. لقد وقعنا في الفخ يا باشا. طب خد بقى هاملت اهو معاك. قول له انت. هو بقول لك جائزة احسن ممثل في الجامعة للطالب مرجان احمد مرجان. انا اهدي هذه الجائزة للسيد الرئيس راعي الفنون في مصر. حرام! حرام! إن مرجان أحمد مرجان رمز من رموز الفساد التي يجب أن نقتصها من جذورها. لقد صارت الجامعة مكاناً لعرض مسرحيات الكاتب الغربي الإنجليزي الفاسق الفاجر ويليام شكسبير. إخواني إنها حرب الأفكار وهجمة الغرب على عقولكم. الله أكبر. محمود مستني سعادتك من الصبح. اهلا اهلا بزميلي الدراسه العزيز. ازيك يا محمود؟ اتفضل استريح هنا اصل ما بحبش قعده المكتب. اتفضل يا استاذ محمود. ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا محمود. اهلا بيك يا حبيبي. تشرب شاي بالياسمين؟ انا صايم يا اخ مرجان. انا سيد. احنا في رمضان صحيح. رمضان ايه يا اخ مرجان؟ رمضان ولا انا الحمد لله بصوم اثنين وخميس طول السنه. اللهم قوي ايمانك. انا بحب الشباب المؤمن. انا عايز اشتكي لك. مصاريف الجامعه بقت كتير قوي. والله الواحد بيدفع فلوس كتير قوي في الجامعه دي. انت عامل ايه في حكايه المصاريف دي؟ انا الحمد لله داخل الجامعه بمنحه تفوق. منحه تفوق. انت ساكن فين يا محمود؟ في البصراوي. فين البصراوي؟ بصراوي دي فين؟ دي ورا مصنع الكراسي. ورا مصنع الكراسي. والحتتين دول فين يعني؟ في امبابة. في امبابة عند مصنع الكراسي في البصراوي. اهلا يا حودة. اخواني
لا يجب أن تحركنا الأحقاد على الناجحين والمتفوقين. لقد هاجمنا هنا من نفس هذا المكان الزميل والأخ الفاضل ذو الوجه البشوش مرجان أحمد مرجان، ووصمناه بأسوأ الصفات، ولكن ما أن وضحت لنا الحقيقة حتى رجعنا عما كنا فيه وندمنا على ما فعلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. الجامعة بعيد هناك، 300 فدان اللي حواليها دي أرض فاضية تبع الجامعة برضه. مظبوط يا دكتور؟ مظبوط يا مرجان بيه. احنا هنقسم الأرض دي، هنا هيبقى في مساكن للطلبة المغتربين، ودي فلل للإخوة العرب اللي هيجوا يتعلموا هنا عندنا في الجامعة، نظام فندقي 5 نجوم. دي منطقة مطاعم، مطاعم كلها توكيلات أجنبية، مطاعم سوبر لوكس ممتازة. طبعا احنا مش هننسى أعضاء هيئة التدريس، ده انا عامل لهم شقق دوبلكس حكاية. العيال بقى بدل ما يصرفوا فلوس أهاليهم على الديسكوهات، انا عامل لهم هنا ديسكو. ديسكو في الجامعة يا مرجان بيه؟ بدم تحت عينينا وإشرافنا، المانع. وإيه ده؟ ده حاجة لله، ده دامع ومعهد ديني، هيبقى جنبيه كم محل كده لبيع ملابس المحجبات. أنا عامل هنا بقى شارع للعيال جوه الجامعة برضو عشان يعملوا فيه مظاهرات، بدل ما يخرجوا بره ويتخانقوا مع الأمن ويعملوا لنا زيطة ودوشة، يعملوا مظاهرات في الشارع، نجيب لهم شوية زلط على شوية طوب على كام كاوتش محروق على حاجات من دي، واخد بالك، ونجيب لهم كام موظف نلبسهم أمن مركزي، ونبقى كلنا مع بعضينا يعني. بس إيه دور الجامعة في مشروع كبير زي ده يا مرجان بيه؟ المشروع ده هيكلف 400 مليون جنيه. أنتوا هتدفعوا 200 وأنا هدفع 200. أيوة بس الجامعة هتدفع 200 مليون جنيه منين؟ ده الميزانية ما فيهاش ولا مليم. ما انتوا هتاخدوا قرض. قرض من البنك؟ لا بنك ليه، انا هدفع لكم القرض وتبقوا تسددوه على 10 سنين من الارباح. مرجان بيه الموضوع ده كبير، محتاج لتفكير. ولا تفكير ولا حاجة، المشروع ده هيغطي تكاليفه بعد سنة واحدة، وسيادتك هتبقى رئيس مجلس ادارة الشركة اللي هتتعمل، يعني كل حاجة هتبقى تحت عينيك، انا هبقى العضو المنتدب، يا دوب امضي على الشيكات بس. نقول مبروك. احنا كلنا لازم نقف ونتصدر المشروع ده، مش هنقبل باي حال من الاحوال ان الجامعة تتورط في صفقة مريبة وحقيرة زي دي. كلنا معاك يا دكتور. لو الصفقة دي تمت كلنا هنسيب الجامعة، لا للسمسارة لا للعمولات لا للفساد. لا لا مرجان لا. 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 مرجان مرجان احمد مرجان هتعيشوا حياتكم
بالمجان مزرعه في الملقان ولا شفت في مزرعه في الملقان ودي دقن النمسك وحد جعان حد جعان لا لا مرجان 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 لا ايه اللي غيرك يا محمود؟ قولي ايه اللي غيرك؟ الرجوع للحق فضيله يا دكتور. بعت نفسك؟ هو ده الايمان اللي انت بتدعو ليه؟ ما كانش عاجبك لبسي مش كده؟ والعربيه اللي انت راكبها دي جبتها منين؟ الاخ مرجان احمد مرجان راجل محترم، ولو سمحت يا دكتوره بلاش التلميحات دي. دي مش تلميحات، انت قبضت رشوه، اشتراك زي ما اشترى كل حاجه في البلد. من فضلك يا دكتوره انا مش مرتشي، ولو سمحت تتكلمي معايا كويس. يا خساره، كنت فاكراك عندك مبدا، لكن طلعت ولا حاجه. تجاهكم مين يا نهى؟ ما تروحوا تلوموا نفسكم. هتحترم نفسك. ايه يا محمود؟ عيب كده يا جدع، انت في حرم الجامع. يلا امشي من قدام يا سعاد، امشي امشي امشي. يلا عوده الجيل الجديد مفيش حاجه عباه ابدا ابدا. نعم يا استاذ مرجان. خير؟ هديه بسيطه كده، حاجه على ما اسمه. بمناسبه ايه؟ اول عاشوره، كل سنه وانت طيب. وانت طيب، وجايب لي ايه بقى بمناسبه عاشوره؟ ده طقم الماس عشان الرقبة الحلوة دي بدل الفلص اللي انت لابساها. اسمع يا مرجان، تعرف مصر تعدادها كام؟ 72 مليون نسمة. انا اخر واحدة ممكن تاخد رشوة منك. ما هو ما فضلش غيرك يا دكتورة، مصر كلها قبضت. اتفضل اطلع برا برا. مرجان، بقولك ايه، ما تيجي نتجوز بدل ما تحدفين وحدفك وشغل الصيع ده. قلتلك ان مصر فيها 72 مليون نسمة، انا اخر واحدة ممكن ترتبط بانسان زيك. جيش يا حبيبتي، انت فين؟ انا بقالي ربع ساعة مستنيكي. الدكتور ابراهيم خطيبي، دكتوراه في ادارة الاعمال من كاليفورنيا. مرجان طالب عندي بس لسه في سنة اولى. برافو، هايل حقيقي، هايل، ربنا يوفق. ان شاء الله هيوفق باذن الله. جيش حبيبتي، يلا بقى. شوف يا هيما يا اخويا، انا راجل بتاع شغل، ما بحبش اللف والدوران. مرجان احمد مرجان معروف في السوق كله، انا اخلص اي صفقه في كلمتين ثلاثه. ده الحقيقه معروف عن سعادتك طول عمرك يا مرجان باشا. الله يخليك، انت راجل ذوق. انا عايز جهان، طلباتك ايه؟ انت ازاي تجرؤ تتكلم معايا في موضوع زي كده؟ ايه ده بس؟ اقعد الكلام اخده وعطى. اقعد اقعد يا استاذ ابراهيم، اقعد. هو انا عايز جهان في حاجه كده ولا كده؟ لا سمح الله، انت مخك راح لفين يا راجل؟ انا عايزها معايا. سوري سوري يا مرجان باشا، انا فهمت غلط. اكيد حضرتك تقصد انك عايزها معاك في الشركه. لا انا مش عايزها معايا في الشركه، انا عايزها معايا في البيت. ازاي تجرؤ تكلمني في حاجه زي كده اساسا؟ يا ابراهيم اقعد، يا ابراهيم اقعد، يا ابراهيم الكلام اخده وعطي يا حبيبي. اقعد، ما تبقاش عصبي، اقعد يا حبيبي، اقعد بس. تعالى حاجات، تعالى نحسبها مع بعض. في الهند انا عندي مصنع ازاز هناك، محتاج لواحد يكون محل ثقه زي حضرتك يمسك لي الشغل هناك. الاسلوب ده بقى انا فاهمه كويس قوي، اسف لا اقبل. لا انت هتقبل، ما هو برضو لما يكون مرتبك 20,000 دولار في الشهر وتقعد لك 10-15 سنة هناك، تعمل لك خميرة حلوة وتيجي هنا تعيش ملك. وحشة دي يا ابراهيم؟ يا ابراهيم عايز حاجة يا مرجان؟ إبراهيم بيسلم عليكي. إبراهيم مين؟ إبراهيم خطيبك. ده طلع الراجل لطيف بشكل. أنتوا بتشوفوا بعض؟ لا أنا أصلي بعته الهند عشان يمسك لي شغل هناك. إبراهيم سافر؟ سافر يكون نفسه. ما قاليش يعني؟ لا ما هو أصلي وصاني كمان إن أنا آخد بالي منك وسايب لك الدبلة دي.
اشتريته؟ ما تقوليش ليه هو اللي باعك. اسمع بقى يا بركان، انت مهما عملت انا بقى مش هتقدر تشتريني. حضرتك الدكتورة جهام مراد؟ ايوه. الورد ده عشان حضرتك. انا ورد؟ كل الورد ده كله. مين اللي بعته؟ اتفضلي حضرتك. شكرا. هاتلي ميه من الحنفيه. تحت امرك. اتفضلي. ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم في الحب وعندي رسائل كتير. رسالة جات لي أكتر من مرة، مرجان بيحب جهان. خلونا نسمع تملي معاك لعمرو دياب ونرجع لكم تاني. أنت عايز مني إيه يا مرجان؟ عايزك. ما أنت قلت لي الكلام ده قبل كده، قلت لك لأ. أنا فيا إيه مش عاجبك؟ إيه العيب اللي فيا؟ عيبك إنك إنسان فاشل وفاسد. واللي يرشي الدنيا كلها لا يمكن احترمه. انا ما برشيش حد، انا حاسس بالناس. انتوا هنا مش حاسين باي حاجه. الراجل موظف الغلبان اللي بياخده 300 400 جنيه في الشهر هيعيش ازاي؟ اكل، شرب، مصاريف علاج، مصاريف مدارس، وبلاوي زرقاء تانيه كتير. هيعيش منين؟ ما هو يا اما يسرق يا اما يشحت يا اما ينتحر. والحكومه عارفه ده كويس. اوعي تقولي لي ان الحكومه بتدي له المرتب ده ومش عارفه هو عايش منين. انا منحاز لاصحاب الدخول المحدوده يا دكتوره. انت طبعا هنا تقبضي بالدولار وجايز يكون عندك دخل ثابت، بس انا بفهمك الدنيا ماشيه ازاي وبعلمك الحياه. مش كل حاجه هتقدر تشتريها يا مرجان. لا 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 لا، انا اقدر اشتري اي حاجه، انا موهوب في الحكايه دي. انت مش جبت امتياز في الثلاث مواد؟ الحمد لله الحمد لله، دم جهدنا وربنا وفقنا ومن جد وجد. وريني بقى هتعمل ايه في امتحان المادة بتاعتي الاسبوع الجاي. عملت ايه؟ سعادتك معرفتش اجيب اسئلة الامتحان. يعني ايه معرفتش تجيب اسئلة الامتحان؟ امتحان ترمو في الجامعة بتاعتنا مش عارفين نجيبه؟ ده احنا بنجيب امتحان الثانوي العام حبايبنا كل سنة. سعادتك دكتورة جيهان حطاه على سي دي وفي شنطتها ومحدش عارف يشوفه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هو في حل سعادتك، بس انا مكسوف اقوله. يعني ايه هو؟ ان سعادتك تذاكر وامرنا لله. اذاكر؟ انت عبيط يا حسن هنداوي؟ اذاكر ده ايه؟ هو انا في دماغ الحاجات دي؟ يبقى مفيش سعادتك بقى غير حل واحد. حل ايه؟ ايه ده؟ دي ملخصات عصارة مجهود طالب شاطر قوي من انجب الطلاب في الجامعة. كنت برشامة حسن. استغفر الله. تكتبش ليه؟ لا اصل انا احب افكر الاول وبعدين اكتب. يعني هما خمس دقايق وهتلاقي الورقه دي ان شاء الله مليانه على الاخر باذن الله. ان شاء الله. شد حيلك. ربنا كريم، كله على الله.
في ايه؟ برشام؟ لا ده حجاب كانت أم الله يرحمها عاملهولي لما كان عندي الحصبة. فين أمن الكلية؟ الأستاذ مرجان بيغش مع برشام. الأستاذ مرجان غشاش. انتوا هتفرجوا عليه؟ خدوا على مكتب العميد. اتفضل انت بتحاول تحقيق. قوم بيوتي. يلا كل واحد يبص في ورقته. اتفضل. نعم جايين تشمتوا فيا، جايين تدوني درس في الاخلاق. خالص يا بابا احنا مش جايين نشمت فيك، بالعكس احنا جايين عشان نساعدك. انا مش عاجز، مش محتاج مساعده من حد. انا لو عايز انجح انجح بصباع رجلي، انا اللي مش في دماغي. لا لازم تنجح يا بابا، مش عشانك انت بس، عشان احنا كمان. وبعدين يا بابا احنا مش هنسيبك، احنا هنذاكر لك وهنرجع لك. اسمع عادي انت وهي، انا لا هذاكر ولا هدخل امتحانات، وانا الحق عليا اللي سمعت كلامكم الاول. اتنقلوا انتوا فلاحوا بس. يا بابا احنا مش عاوزين منك اي حاجه، احنا كل اللي عايزينه ان ابونا يبقى راجل محترم. يعني يا بابا احنا ما يهمناش انك تكون ملياردير او اهم رجل اعمال في الدنيا كلها، قد ما يهمنا انك تكون راضي عن اللي انت بتعمله. انا راضي عن نفسي كويس ومقتنع جدا باللي انا بعمله. يعني يرضيك يتقال علينا ان ابونا راجل غشاش؟ اخرس يا ده انت. لا يا بابا مش هيخرس، وبصراحه بقى بالمنظر ده احنا ما يشرفناش انك تبقى ابونا. عندها صدمة عصبية وحالتها مش مطمئنة، الدكتور بيقول انها فقدت النطق. يعني ايه يا دكتور؟ بابا عليا لو جرالها اي حاجة يبقى انت السبب. انا هنقلها من هنا، هوديها اكبر مستشفى في اوروبا. تفتكر هو ده الحل يا استاذ مرجان؟ البنت لازم تخف باي ثمن. هترشي مين بقى المرة دي عشان بنتك تخف؟ بنتك بين ايدين ربنا، هتقدر ترشي ربنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أيوه حسن، اطعم لي 650 مسكين حسن، ووزع بطاطين، وطلع لي 20 واحد السنة دي للحج. لا بلاش بالعبارة لا يغرقوا حسن، خليها بري أحسن. ماشي. آسف عليها، أنا آسف يا بنتي، أنا عمري في حياتي ما مديت إيدي عليكي، أنا ما حبيتش حد في الدنيا غيرك أنت وأخوكي، ماليش في الدنيا غير كنتوا الاتنين، الشغل وأنتوا، فلوس الدنيا كلها ما تسويش الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي، إن أنا أكلمك وانت ما ترديش عليا. يا رب كانت ايدي اتقطعت قبل ما تتمد عليكي. بس انت كمان جرحتيني عليها. انا ما شرفكيش ان انا اكون ابوكي، بس انا مسامحك وهشرفك لسه في دون نوفمبر. ان شاء الله هذاكر وهنجح وهشرفك،
بس انت قومي فوقي عشان تساعديني وتذكري لي. انا عايزك تكبري الجي وتروعي الدي. عشان خاطري يا بابا اقرا ورقه الاسئله كويس واقرا الفاتحه قبل ما تجاوب. وبعدين خلي بالك ما تسرعش، ساعات الاسئله بتيجي لفه شويه. هدى بقى بابا. هات يا بابا. هات يا بابا بقى. بابا عملت ايه؟ الحمد لله زي الفل. ابوك شرفكم. وريني كده ورقه الاسئله دي. عملت ايه في السؤال الاولاني؟ ما عملتوش. ليه يا بابا ما عملتوش؟ ده سؤال الاجباري. يا نهار اسود، هو كان اجباري؟ طب والسؤال التاني؟ لا ده كان اختياري ما عملتوش. ايه في حاجه؟ مبروك يا مبروك بابا. يا بابا مبروك. جبت مقبول. جبت ايه؟ مقبول. مقبول يعني ناجح ولا صايع؟ ناجح يا بابا ناجح. ايه انا نجح انا نجح. برجان أحمد برجان. May I say a few words, please? Of course you may. Thank you. Please do. Thank you very much indeed. أنا ذاكرت ونجحت. أنا قبل ما أخش الجامعة كنت بأملك فلوس كتير جدا، ودلوقتي بعد ما اتخرجت أنا حاسس إن أنا بملك الدنيا كلها وما عليها، بالعلم وبالثقافة والفضل. كل الفضل يرجع بعد ربنا سبحانه وتعالى للدكتورة جيهان مراد. ايه ده تاني؟ لا 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 لا، دي الشبكه. الشبكه